وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الحالة الصحية شوية؟ لا الحمد لله على اللي كنت الحمد لله ونشكره ويقول لك راه فرحانة تنفخ الحمد لله. نتصلي دعي معايا نتصلي دعي معايا ودعي مع كل شيء واحد مريض لأن وليت نصلي يشد استمر ما كنتش كان سبحان الله طول الفجر وليت ما كنسمعش يعني كنسمع كاش كنسمع الفجر لا والو دابا تسمعوا تنوضي في الوقت ديالو صحيح الحمد لله الله لأن أختي ومن توكل على الله فهو حسبه فالرقية الرقية عموما الرقية سبب درتي الحجامة سبب درتي الاستفراغ سبب كليتي أعشاب سبب مشيتي للطبيب سبب لأن وقتاش الإنسان ونطلب الله عز وجل يعجل بكل واحد مريض من توكل على الله فهو حسبه. إذا كان شوف إذا كانت نيتك غنمشي ندير الرقية ماشي عندي أنا ولا لا عند اي واحد كيدير الرقيه كيقرا كلام الله والدعاء. الرقيه هي كلام الله والدعاء وبرامج علاجيه في مستنبطه من شرع الله. فلا مشيتي دير الرقيه وكانت النيه ديالك غدا بنيت ندير الرقيه ان لان انما الاعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى فنطلب الله عز وجل الفرج. ادعي مع الناس اللي غادي يشوفوا الفيديو ان شاء الله الله يشافيك امين. هذا ورثكم من الطريقه الاستعماليه قلتي تسبيت نعسها تشرب عواشق صغيره قبل النعاس. الدور ديال هذا لان السحر او العين الحسد ملي كيصيبوا الجسد الانسان كيولي يتعصب بزاف. الدور ديال هذا غادي يولي رخيك ماشي غادي ينعسك غادي يولي رخيك بالليل. الدور ديال ترخي الجسد باش الاعصاب ديالنا كتولي مندمجه مع الجسم كيف كانت في الاول. هذا قالت لك البنت انا قلت لها معلقه صغيره في كاس المدافي قالت لك قبل الماكله معلقه صغيره في كاس المدافي قبل الماكله قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء الدور ديالو ان شاء الله هو كنقينا الجسد من الميكروبات من الاخلاط ديال العين الحسد ومن السحر الماكول. مره تقي ديرو استفراغ علاش لان الجسد ديالنا المعده ديما كتخلنا واحد الاخلاط طبيا. سولت شي اطباء صحابي قال لك الانسان يا حباده انه يدير الاستفراغ مره في الشهر باش ديما المعده عندنا كتبقى خدامه نورمال. حنا لا حنا عاد كنخشيو صحيح ما كنخرجوش نخلطو ضروري خصك انتفاخ ما نقولش لك عاد القابط والماكله مشات ليا دابا وليت عرفتي جيت عندكم شي راه ندور ندور تل ودير قفل الثلاجة عرفتي مشينا من هنا الحاجة استعمال وخذت رقية قالت لي جاني الجوع هادي بغيت ناكل الحمد لله ما كنتش كنقدر نوض زعما واخا ما نقدرش نوض ندير حاجة ولا نطيب ولا نوض ناكل واحد الحوايج نسيتهم جيت عندك تفكرتهم ولا جيت درتي السبب ماشي جيت عندك درتي السبب عندي درتي السبب الحمد لله. نعاس مزيان الحمد لله الماكلة مزيان دابا لا تتحط راسها مشات انت تحط راسها تنعس مشات هاكا تحط كتغير مرة ما كنتش كنعس بصورة كنعس معدبة انا نعسة ولكن معدبة مكنزة بحال مكنزة يمسك نعسة مع الصباح وكنت كتصور ديما دايرها ديما تنبغي نطلقها هكا كتحس براسي كنتجمع ملي جي الحمد لله الفضل لله الفضل لله. الانتفاخ مابقاش؟ الانتفاخ مابقاش؟ كاش كنت انت فخ مقاش لا مزيان لا يجيب الشفاء امين. تصلي دعي معايا ودعي مع كل واحد مريض والله يعجل بالفرج ان شاء الله.